وزارة التجارة الأمريكية اختارت المملكة لتنظم أول ندوة لها تندرج تحت عنوان يوم المريض، وذلك لاستعراض آخر الابتكارات الطبية والتقنية الأمريكية وتأثيرها الإيجابي في علاج الأمراض ورعاية المرضى وتحسين نوعية حياتهم. الهدف من هذه الندوة اطلاع أهل الاختصاص الأطباء والفنيين على التكنولوجيا الأمريكية في الطب أكثر من أن يكون تسويق لتكنولوجيا أمريكية. تفاعل مع الندوة أطباء من ذوي الخبرة في علاج ورعاية المرضى، حيث شاركوا بخبراتهم وتجاربهم المهنية في استخدام التقنيات والإجراءات الطبية الأمريكية لعلاج وتحسين حياة مرضاهم. أنا قدمت محاضرة عن التطورات اللي حصلت في البلد عندنا ولله الحمد في مجال رعاية مرضى السرطان على مدى 20 سنة الماضية، وقديش حجم التطور اللي صار في خدمة مرضى السرطان. وكان من الأشياء اللي قلتها وحازت على استحسان الحضور جميعا أنه في الفترة الراهنة يعني أمانة ما نجد مرضى يحتاجوا رعاية غير موجودة في السعودية. أتاحت الندوة فرصة للمشاركين وممثلي الدوائر الصحية الحكومية والخاصة للاطلاع والتعرف عن كثب على التقنيات والإجراءات الطبية المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية. الندوة هذه تندرج تحت خطة الولايات المتحدة الأمريكية لتنظم في 20 دولة حول العالم، وقد اختيرت المملكة المحطة الأولى باعتبارها شريكا استراتيجي. حمد بن حسين، الإخبارية، الرياض.